بيومي فؤاد، الدم مش بيوصل لرجلي، مفيش اي وقت اروح للدكاتره. التصريح ده ممكن بعض الناس تقول طب انت عم بتاثر في صحتك عشان خاطر الشغل، يعني الشغل عندك اهم من صحتك؟ دي حقيقه. طب يعني المفروض يكون صحتك مظبوطه وكويسه عشان تقدر تكمل شغلك، تقريبا شغلك كله حضرتك واقف. من ايام الفنان العظيم نجيب الريحاني لغايه دلوقتي، عمرك سمعت عن حد عنده تصوير 5 أيام في الغردقة، نهار غردقة ليل القاهرة؟ ازاي؟ لا ازاي بجد؟ بصور في الغردقة نهار لغاية ما الشمس تغيب، واخد عربيتي وانزل مصر جري، اصور وارجع اول اقسم بالله ما شفت عيالي في ال5 أيام لاجل اليمين، عشان حلفت يوم واحد اللي بقيته في الغردقة من ال6 أيام. انا سافرت 5 أيام كانوا 6 تصوير، سافرت 5 أيام ويوم واحد اللي بيت في الغردقة. كنت بصور شوجر دادي في الغردقة، كنت بنزل مصر عشان عندي تصوير في أعمال أخرى، نهار غردقة ليل القاهرة، أخلص وارجع تاني. بس مش أنا اللي سايق، السواق اللي سايق، وأنا أول ما بركب العربية بقول له تصبح على خير. حضرتك بتسمي ده إخلاص لعملك، أنت بتحب الشغلانة دي؟ بحب شغلتي. طب ليه الناس بتسميه نحت؟ جايز لان هم عندهم حق في حاجات، انا اخطات كتير جدا في تاريخي وفي حق تاريخي زي ما بيتقال يعني. قبلت بعض الاعمال ما كانتش قد كده؟ يس، بس ما اعرفش هيصدقوني ولا لا، اقسم بالله العظيم 3. افتح قلبك. عمرها ما كانت فلوس. امال كانت ايه؟ مجامله؟ الحمد لله رب العالمين. كنت بتجامل على حساب نفسك؟ انا بحب الشغلانه، انا بحب الشغل. حتى لو كانت هتضرك؟ طبعا في اعمال بتاخدني وتنزل الحفره زي ما بيتقال، بس انا كنت براهن على تاريخي وبراهن على جمهوري اللي بيحبني وبيسامحني، وعشان النيه لله، النيه لله، ما هو ربك رب قلوب، والنيه لله عمر ما حاجه ضرتني الحمد لله. لما المدام بقت مديره اعمالك، يس، قدرت شويه تسيطر على موضوع المجاملات دي وبقت تختار لك حاجات صح؟ قدرت. نعم. تحيه للمدام. انا خلصت قد الكلام، دلوقتي فاصل ونكمل حلقتنا. اتفضلي يا فندم.